يبقى ان شاء الله في امل. عصفور يا باشا دايما يجيب لك الاخبار اللي تفرح وتسر القلب. ابشر يا باشا ابشر. خير يا عصفور؟ في ايه؟ باشمهندس رجع كده؟ طب الحمد لله. مين اللي قالك؟ انا كنت لسه عنده دلوقتي في مكتبه. ما قالكش حاجه؟ بيقول ان كانت اعصابه تعبانه شويه ولما هديت رجع تاني. ما قالكش حاجة تانية؟ لا خالص. يعني ما قالكش البنت اللي بيدور عليها دي لقاها ولا لا؟ خالص يا باشا. طب هو حالته كانت ايه؟ كان مبسوط ولا متضايق ولا ايه؟ يا باشا ما اتكلمش في اي حاجة زي ما يكون ما فيش حاجة حصلت. مفيش حد بيرد في مكتبه. ازاي الكلام ده؟ ده لسه كنت في مكتبه. ايوه يا عمر، الحمد لله على السلامة. قالوا لي انك في مكتبك، اتصلت بيك ما حدش رد عليا. طيب بعد ما تخلص مرور يبقى عد عليا عشان انا عايزك في شوية شغل كده. مع السلامة. ينصر دينك يا باشا. كويس قوي انك اتكلمت معاه في موضوع الشغل وما جبتلوش سيره البنت دي عشان ما يحسش ان سيادتك مهتم بالبنت دي. كل يا عصفور، انت فاكرنا اهبل ولا ايه؟ استغفر الله يا باشا، ازاي الكلام ده؟ اصله بيني وبين سيادتك كده انا اتعاملت مع ناس اكابر كتير، بس بصراحه يعني والشهاده لله انا ما شفتش مخ واحد فيهم زي مخ سيادتك. انا مش عارف ليه يا باشا كده يعني ما يخلكش وزير. أعوذ بالله. ومين قال لك بقى إن أنا واقف؟ عايز أسيب الهيلمان ده كله وأشتغل موظف؟ جرايد المعارضة بقى تبهدلني. يا راجل بلاش كلام فارغ، ده اللي تقيمة. الله ينور على معاليك. مفيش أحسن إن الواحد كده يقعد على مكتبه ويدير شغله وفلوسه. وبعدين ما هو في يوم من الأيام هبقى عضو مجلس شعب. الوزير اللي قرفني أقرف واستجوابات لحد ما يعمل اللي أنا عايزه. يا سلام يا سعادة البيه. اهو ده التكتيك ولا بلاش؟ اهلا 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 يا قطه. انت كمان وحشتينا قوي، اخبارك ايه؟ لا الليله مش هقدر، عندي شغل. بطلي دلعب، انت عارفه معزتك عندي. لا بس انا زعلان منك. البنت اللي انت بعتها لي المره اللي فاتت دي متعلمه. شو انت مش عارف اسوق؟ انا ما بحبش البنات القليلين دول المينيون. انا عايز حاجه كده فرصه مره عشان اعرف الجمه يا بنت. طبعا غصب عنك بلجم. خلاص. طب بس مش هوصيكي، هحاول اخلص شغل اكلمك. مع السلامه. قول لي يا عصفور، الشقة ياها نظيفة؟ يوميا يا باشا بتنضف وانا بكون واقف بنفسي. اذا انت سامع كده هيجيلي ضيوف الليلة، تلاجة مليانة على تمة عينها من خيرات ربنا. وبعدين انا لسه النهارده باعت صندوقين ويسكي. اوعى تفتكر ان انا متمسك بيك عشان انت قريبي، انا متمسك بيك عشان انت عارف كل حاجة. بتفيدنا يا عصفور في الشغل هنا وفي الشغل اللي هناك. عارف الشيء ولزوم الشيء. ربنا يخليك لينا يا باشا ويدوم عليك عز وهنا وفرفشه. فرفشه ايه بقى؟ حد يخلف واد زي عمر ده ويجيله نفسي يفرفش. الله، جرى يا اخويا هتفضل قاعد زعلان كده ولو خلقتك ومادت بوزك سبع تشبار قدامك، الحل ايه في كده؟ قولي لي انت الحل ايه يا جمالات؟ بقالنا تلات اربع ليالي المسرح فاضي ولقيتنا لنا ربع ونبوس ايدينا وش في ظهر. طب ما جبتك واحده تانية، ولا هو اللي خلقها ما خلقش غيرها، ولا اتعملت في قلبه وكسر القلب بعد ما اتولدت. الله، طب جربني انا. ما جربتك يا جمالات، جربتك والناس كانت ناقصه تزقلي بالطوب. طب ما جربني تاني. ليه؟ صوتك اتغير؟ ما صوتك هو هو. ومن الاخر كده
انت ما تعرفيش تهت زي نوسه. خلاص بلاش، خلينا نعمل نمره الساحر. يا ست انا عليا الحرام من دراعي، ممكن اخليكي تعملي كل النمر، بس الزباين برضو عايزه رقص مغنى حاجه طريه يا جمالات طريه. ما انا برقص يا ولا، هو في حد يعرف يهز زيي؟ من الاخر يا جمالات الزباين عايزين نوسه. الله يحرق نوسه على ابو نوسه في ساعه واحده. ايه اقولك يا جمالات، احنا بعد يومين مش هنلاقي فلوس عشان الماما عشان الاكل. يا جمالات انا بقعد بالثلاث ساعات انبح في صوتي، ما بيدخلوش غير ثلاث اربع زباين. بعد ما كانوا بيعرفوا ان النوسه موجوده يقفوا طوابير ويتمنوا عشان يدخلوا. يا جمالات البت دي لازم ترجعوا باي طريقه. خلاص يا اخويا، وريني هترجعها بأي طريقه. وانا لقيت اللي مقتول. يا باشمهندس. يا معطول، مش المفروض تعدي على الباشا الكبير دلوقتي؟ انت مش شايفني شغال. بس انا عارف كويس قوي انك لازم تعدي عليه قبل ما ينزل. ما قالكش عايز ايه؟ الله اعلم. طب يلا. اهلا اهلا يا سياده المحافظ. الحمد لله. يا ترى في اخبار حلوه؟ لما نتقابل بقى وتسمع الاخبار يا حسين بيه، ساعتها انت اللي هتقدر تقول اذا كانت حلوه ولا مش ولا بد. الله يخليك يا حسين بيه. ها تحب بقى تشرفني سعادتك امتى علشان نقعد ونتكلم؟ يعني سيادتك مش ناوي تشرفني وتكرر الزياره؟ غدا وعشا زي سعادتك وطور. لا يعني تقدر تقول كده ان انا طماع شويه. لا قبل ما تشرفني انا تحت سعادتك. حاضر، لو حتى لو مشغول افضي نفسي اجيلك المكتب، مسافه الطريق هكون عند سعادتك. مع السلامه. المحافظ عايزني، مش عارف ليه. انا جاهز عشان الانتخابات. المهم انت اخبارك ايه واخبار الشغل ايه؟ ان شاء الله على ورديت بالليل هكون خلصنا نص الطلبه. كده يبقى الشغل ماشي مظبوط. وانت بقى اعصابك ارتاحت؟ يعني مش قوي. ليه؟ انت سافرت مخصوص عشان تريح اعصابك. انا كنت مسافر ادور على نوسه. مين نوسه دي؟ يا بابا ما حضرتك عارف مين نوسه وعارف هي بالنسبه لي ايه؟ اكيد منى قالت لحضرتك يعني. افتكرتها نوسه. نوسه. نوسه رقصت الموالد. ايوه يا بابا رقصت الموالد. لقيتها يا اخويا؟ للاسف ما لقيتهاش، بس انا مش هسكت، هقلب عليها مصر كلها. هتسيب شغلك وتقلب مصر عليها؟ ليه؟ هو اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ ما تقلقش يا بابا، انا هكلف ناس يدوروا عليها وان شاء الله الشغل مش هتعطل. شغل ايه وزبت ايه؟ يا ابني يا ابني انا طول عمري فخور بيك. بقول انا خلفت راجل، ربيت راجل. راجل بيخاف على مصلحة أبوه، على مصلحة شغله، على أخته اللي على وش جواز، تهد ده كله علشان واحدة من الوسط ده. بس أنا بحبها وعتها بالجواز. بسرعة كده يا ابني، لازم تتحكم في عواطفك، لازم تدور على مصلحتك. الواحد مننا لما بيروح يتجوز واحدة من نفس الوسط بتاعه بيسأل عليها وعلى أهلها قبل ما يخطي خطوة زي دي. عشان كده بقى حضرتك فكرت لما قررت إن أتجوز بقى؟ وهي مهدي حد يفكر علشان يتجوزها؟ يا ابني أي أب في الدنيا يتمنى لابنه إنه يتجوز بنت زي دي حتى لو ما كنتش بحبها؟ الحب ده مش مهم، الحب ده بيجي بعدين، لكن بنت زي دي ما تطيرهاش من إيدك. كل واحد وله تفكيره. طيب خلاص يا سيدي، إحنا هنسمع الأمور ليه؟ أنت مش بتقول إنك أنت ما لقيتش البنت دي؟ الناس دول سيعة كل يوم في حتة، وصعب جدا انك انت تلاقيها. على الله بقى تعيد تفكيرك في الوقت ده عشان تعرف قد ايه انت كنت غلطان. خدي عسلية اشرب. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ انا عارف اهو، ده اللي موجود في البتاع ده، عمر قال لي هيملهولي لما يفضل. اللهم صل على النبي، شكلك يا بنتي يا نوسه كده هتتمرمغي في العز. طمنيني بقى قوليلي، اتفقتوا على ايه؟ هنفرح امتى؟ بعد يومين يا بنت هنتجوز. لا والنبي. الف مبروك يا اختي، الف مبروك. عقبالك يا عسليه انت ومشمش. يا اختي انا زهقت والله من الموضوع ده. تفتكري يا نوسه هيحصل؟ ده انا ومشمش بناكل لقمتنا بالعافيه. ربنا يسهل يا عسليه، ما انا وعمر برضو مش هنسيبكم. ربنا يخليكم لينا وربنا يتمم لك بخير. قولي لي يا عسليه، اعزمي مين غيرك انت ومشمش وابويا؟ هو انتوا ناويين تعملوا فرح؟ عمر قال لي بعدين، هنكتب دلوقتي عشان ما حدش يبقى له عندنا حاجه. يعني فرح على قد بعضينا كده؟ خلاص نجيب الفرقه بتاعتنا تفرح معانا، ونجيب اهم اتنين بقى في الفرقه، خربوش وجمالات. يا لهو يا نوسه ده هيتفرش. انا قلت كده برضه. اجيب لك واحده تانية تشربيها؟ لسه فيها.
طب اجيب لك تاكلي عسلية. اكله كاتك ايه عسلية وحشة؟ وحشاني يا نوس. انت تاني عاوز ايه؟ اكون عايز ايه يا حلتها؟ عايز الكبير. الكبير مش موجود يا فالح. امال فين يا بواب الغبر؟ انت بتتريق بقى يا اللي اسمك وشكلك كده كلهم مشاكل. انا اعرفك المشاكل اللي هتصح وعالجد. انا اقول له سعاده البيه اللي انت مش هتدخلني. يعني خلاص بقيت انت وسعاده البيه صحاب؟ اكتر من صحاب. هو قال لي لو حد منعك هرفضه. انا ما منعتكش، انا قلت لك سعاده البيه مش موجود، وبعدين ممكن تروح تشوفه في المصنع. المصنع؟ ماشي يا حلو. ان شاء الله الحزب بعد اسبوعين هيعلن عن الناس اللي مرشحهم، وبالحقيقه عبلاوي بياكد لي ان انا واحد منهم. افهم من كده حسين بيه انك وضبت امورك معاهم هناك؟ كل اللي طلبوه انا نفذته. عال قوي. شوف يا حسين بيه، بعد ما الحزب يعلن اسماء المرشحين وان شاء الله طبعا انت هتكون واحد منهم، المحافظه هتبدا تعمل الدعايه الخاصه بيها لمرشحين الحزب، وتقدر تعتبر ان دي هتكون دعاية مجانا، بالرغم طبعا ان باقي المرشحين في الاحزاب التانية والمستقلين كمان لو فكروا يعملوا دعاية زي اللي هتعملها المحافظة ده هيكلفهم ملايين. الحقيقة انا مش عارف اودي جمايلك فين يا شكري بيه. انت بتقول يا حسين بيه، احنا اخوات يا راجل. في الحقيقة بس انا كان ليا طلب كده ما تتصورش انا محرج اكلمك فيه قد ايه. ما هقول يا شكري بيه، انت لسه قايل ان احنا اخوات. طبعا اخوات يا حسين بيه، وفي الحقيقه الطلب ده كان هياكد الاخوه اكتر، وان شاء الله نبقى نسايب خير ان شاء الله. الحقيقه انا ما كنتش اعرف ان عندك بنت على وش جواز، ولما دعيتني بكرمك لبيتك وقعدت مع بنتك وشفت ولادك واتكلمت مع بنتك تحديدا، ما تتصورش اعجبت بيها قد ايه، وقلت هي دي العروسه المثاليه اللي ابني بيدور عليها. شرف كبير ليا يا شكري بيه. بس في الحقيقه ما كنتش قادر افتحك في الموضوع دوت، يعني حسيت بحرج ان الوقت غير مناسب، وخصوصا ان حضرتك هتبقى مشغول بالانتخابات. لا دي حاجه ودي حاجه، وبعدين ما احنا ممكن نخلي الفرحه فرحتين. تحب نخليها رسمي امتى؟ ممكن ساعتك تديني فرصه اكلم العروسه واشرها ونحدد ميعاد ونخليهم يقابلوا بعض. في الحقيقه لازم يقعدوا مع بعض. تحب انت احسن ليه؟ انا هكلم منى بنتي، اخليها هي اللي تحدد الميعاد عشان ما يبقى لهاش حك. لا تقول انتوا فاجئتوني، اصل انا تعبانه، اصل الوقت مش مناسب، الكلام بقى اللي البنات بيقولوه في الظروف اللي زي دي. عموما انا فهمت انك كده عايز تاخد رايها في الموضوع، ده حقها. على العموم احنا ما نسبقش الاحداث، نخلي العريس والعروسه يقعدوا مع بعض ونشوف رايهم.